حلقة الثلاثة ستنيسان من طبزاديك حتبلش معكم هلأ لنتعرف سوا على الأجواء الفلكية لبكرة كيف رح تكونوا. خلوني خبركم بداية أنه كل الأبراج غيرت أماكنها ورح نشوف مين لحتل النمبر 1. خلونا نبلش مراتبنا ونبلش بالنمبر 12 بتراجع 4 مراتب مع برج مائي. عم بحكي على مواليد برج الحوت يلي للأسف بكرة رح بيكونوا موجودين بهالمرتبة وما كتير رح بيكونوا سعيدين، يمكن يحسوا حالهم مرضانين أو مالهم بالموت. كرمال هيك قد ما فيكن ريحوا حالكن، بعدوا عن كل شيء ممكن يزعجكن أو ضايقكن، أهم شيء ما تاخدوا أي قرارات مصيرية أو مهمة. أما نسبة العاطفة فهي 8%. بالنمبر 11 وبتراجع 5 مراتب بنكون مع مواليد برج السرطان يلي بدون يحاولوا يضبطوا أمورهم المالية قد ما فيهم، خففوا صرف مصاري، وإذا فيكن تسترجعوا أي مال قديم يمكن تخصوا بدين أو بشراكة أو بتعويض طالبوا فيه، لأنه احتمال أنه يرجع لكم ويحصلكم وضعكم المالي. كمان حاولوا تنتبهوا أكثر لمعدتكم، لصحتكم بشكل عام، ويمكن لصحة حبيبكم. أما نسبة العاطفة فهي 21%. بالنمبر 10 وبتراجع 8 مراتب منكون مع مواليد برج العذراء يلي بدون يحاولوا يكونوا منظمين أكثر ما هن منظمين بالحياة العادية، لأنه كتير شغل وكتير واجبات رح تنطلب منكم. حتى الشغل المتراكم يلي يمكن ما لكم مخلصينه رح بتخلصوه بكرة، ويمكن تضطروا تبقوا بشغلكم لساعات متأخرة. حاولوا تطلبوا مساعدة زملائكم بالعمل لحتى تخلصوا شغلكم عبكير، وانتبهوا أكثر لأموركم الصحية تحديدا قولونكم العصبي. كمان بكرة نهار مناسب إذا حابين يمكن تبلشوا بدايت أو ترجعوا للرياضة. أما نسبة العاطفة فهي 30%. بالنمبر 9 وبتراجع مرتبتين منكون مع مواليد برج العقرب يلي كل شي بخص العقارات، كل شي بخص منزلهم، كل شي بخص أهلهم رح يشغلهم بشكل مكثف بكرة. استفيدوا بطريقة إيجابية إذا مفكرين تنقلوا لبيت جديد أو تحسنوا بيتكم الحالي، أو يمكن تنشغلوا بموضوع بخص أحد أفراد عائلتكم. أما نسبة العاطفة فهي 44%. بالنمبر 8 وبتراجع 4 مراتب بنكون مع مواليد برج الحمل يلي البعض منهم عم يبلش يصير منيح، خاصة يلي عيد ميلادهم مرق بهاي الفترة. حاولوا تستفيدوا من كل الإيجابيات، وهالمرة الإيجابيات رح توصلكن من رفقاتكن لقراب منكن يلي رح بيساعدوكن بتحقيق كل أمنياتكن. وكمان حاولوا تشتغلوا أكتر على كل المواهب والهوايات، تستثمروا أكتر، وأي مناسبة بتندعوا لقلها بكرة حاولوا إنكن تتواجدوا فيها. أما نسبة العاطفة فهي 59%. بالنمبر 7 وبتراجع 4 مراتب منكون مع مواليد برج القوس يلي رح تكتر مواعيدهم، لقاءاتهم، اتصالاتهم، تنقلاتهم. حاولوا تستفيدوا منها كلها لأنه رح بتكون لصالحكم. البعض من مواليد برج القوس يمكن يكون عنده سفرة لمكان قريب، كمان البعض التاني يمكن يشغل بموضوع بخص اختبار أو امتحان مهم رح تشغلكم سيارتكم، وكمان رح يشغلكم موضوع متعلق بأحد إخوتكم أو جيرانكم. أما نسبة العاطفة فهي 68%. بالنمبر 6 وبتقدم 5 مراتب بنكون مع مواليد برج الأسد يلي أبداً ما رح يمرقوا أي موضوع بطريقة عادية. صار وقت الحسم بأموركم العاطفية أو بأموركم المهنية. حاولوا تتجنبوا المواجهات والخلافات يلي ممكن لحالة توصل لعنكم. كرمال هيك حاولوا ما تعصبوا شو ما صار، حاولوا حلوا أموركم بطريقة سلمية وبأقل خسائر. ممكن يستفيدوا من أي عقد أو ورقة مهمة ممكن أنه تتوقع عنكم. أما نسبة العاطفة فهي 74%. بالنمبر 5 وبتقدم 6 مراتب منكون مع مواليد برج الجوزاء يلي كل شي بخص السفر والاتصالات البعيدة رح يشغلهم. استفيدوا بطريقة إيجابية، خاصة إذا عندكم سفر بكرة أو إذا عم تخلصوا وراء بتخص سفر أو تجديد باسبور أو إقامة أو حتى جنسية. كمان حاولوا تستفيدوا أكثر على صعيد دراستكم الجامعية وعلى الصعيد القضائي إذا عندكم أي شي مهم. أما نسبة العاطفة فهي 78%. بالنمبر 4 وبتقدم مرتبتين منكون مع مواليد برج الثور يلي كل شي بخص العمل وعلاقتهم بمدراءهم رح يشغلهم بشكل كتير كبير. استفيدوا بطريقة إيجابية إذا عندكم أي طلبات من مدراءكم أو الأشخاص المسؤولين عنكم بشكل مباشر، حاولوا تحسنوا علاقتكم فيهم. كمان الفترة عم بتكون مناسبة تحديدا بكرة عند كل مواليد برج الثور يلي هنا ما بيشتغلوا وعم بيفتشوا على شغل جديد. أما نسبة العاطفة فهي 80%. بالنمبر 3 وبتراجع مرتبتين منكون مع مواليد برج الجدي يلي يمكن يوصلن مبلغ إضافي، يمكن توصلن هدية أو عزيمة، مع ذلك نفقاتكم رح بتزيد. فحاولوا تعملوا يمكن مثل ميزانية خاصة لما تصرفوا ولا فرنك، حاولوا تدخروا أي مبلغ إضافي ممكن يوصلكم، ممكن تستفيدوا منه بوقت لاحق. استفيدوا كمان من أي فكرة مشروع جديد ممكن تخطر ببالكم أو يمكن أحد الأشخاص يحكي جديا معكم فيها. أما نسبة العاطفة فهي 86%.
بالنمبر 2 بتقدم سبع مراتب بنكون مع مواليد برج الميزان يلي كل شيء بخص الوضع العاطفي علاقتهم بحبيبهم رح تشغلهم، ان شاء الله تشغلكم بطريقه ايجابيه ما تشغلكم بطريقه سلبيه، خاصه انه كثير عم بيكون عندكم حسم ومواجهات بهي الفتره. حاولوا تنتبهوا لعلاقتكم باقرب العالم لكم لحتى ما تتوتر، اعطوا وقت اكثر لاولادكم يلي هن بحاجتكم بهالفتره وحاولوا تجربوا حظكم على الصعيد المالي. اما نسبه العاطفه فهي 93%. وبنوصل لنمبر 1 بتقدم 11 مرتبة لنقول ألف مبروك لمواليد برج الدلو يلي بيحتلوا النمبر 1 بالتوب زودياك من بعد معاناة تقريبا لمدة يومين أو 3 أيام على مختلف الأصعدة. بكرة نهار مختلف بالنسبة لكم، كل شيء فيه إيجابي رح يوصلكم، كل شيء سلبي صار معكم رح يختفي من حياتكم. استفيدوا وكتروا من كل الطلبات واستفيدوا من ثقتكم العالية اللي حتخليكم تطلبوا كل شيء ويمكن أغلب الشغلات اللي تطلبوها تتحقق. أما نسبة العاطفة فهي 95%. وهيك بتكون خلصت حلقة توب زودياك لليوم، حلقة جديدة انطروها بكرة.